السلام عليكم، صباح الخير الجميع متابعيني. في واحد ارسل لي يقول ما في فايدة بسنابك. طيب هالحين انا ابى اسوي لكم فايدة. انا بصير مدرس رياضيات هالحين. مثلا هالحين عندك اخو او ولد، او انتي ام تدرسين ولدك جدول الضرب. دائم جدول الضرب تحافظوا إلى 5، من 1 إلى 5 الضرب هذا تعرف، بعد 5 تضيع. أنا بعلمك طريقة هالحين، لا تخلي ولدك يذاكر جدول الضرب، بس حفظه إلى 5 وخلاص محرك. الحل عندي الحل الحين، أعلمك طريقة ما يحتاج مرة واحدة. الحل شلون؟ باليد. هذا رقم 6، وهذا 7، وهذا 8، وهذا 9، وهذا 10، واليد الثانية نفسها. اليدين لازم تأكد منه 6 7 8 9 10. هذه 6 7 8 9 10، تبدأ من الصغيرة بستة. لو قلنا الحين 8 في 8 شو تسوي؟ ها؟ 6 7 8 6 7 8، يعني 8 ضرب 8. 8 في 8 تشوف الأصابع اللي مكفوفة هذه، تعدهن 10 10 20 30 10 20 30، يعني 60. الأصابع المكفوفة 60، اللي برا كم؟ 2 2 2 في 2 4، يعني الحل 64. ما يحتاج حفظ جدول، يعني يصير الجواب بيدك، ما يحتاج انك تروح تعبي راسك معلومات ما لها داعي. احفظ الطريقة هذه وبس، ما عليك. نبي نضرب الحين 9 في 6، تسوي كذا 6 7 8 9، هذه 6 بس. وش اللي مكفوف؟ 9 في 6، يعني المكفوفات 50، اللي فوق 50 الأصابع هذه تضربهن ببعض، 1 في 4 4، يعني المكفوفات 50، اللي فوق 50 هذولي، 1 في 4 4 54، الجواب كذا. طيب الحين نجي للمربع والمثلث. المربع إذا قالوا لك طلع لنا مساحة المربع، هذا بيت يعني، تخيلوا مربع يعني. أي مساحة بالعالم تبي تعرفه، اضرب الطول بالعرض. زين، مربع مستطيل معين نفس الشيء بالضبط. مثلا البيت هذا 4 طوله هنا، وهذا 5، اضرب 4 في 5 20 المساحة. طيب المثلث، أي مثلث بالعالم هو بالأصل كان مربع. زين، كان كذا بس صار كذا. يعني البيت هذا هو عبارة عن مثلثين، أي شيء مستطيل معين مربع هو عبارة عن مثلثين. كيف أطلع مساحة المثلث؟ أضرب الطول بالعرض نفس المربع. المثلث دائما تخيلوا مربع، اضرب الطول بالعرض، 4 ضرب 5 20. إذا ضربت يطلع لك 20 20 تقسيم 2، لأن المربع مثلثين، تقسيم 2 يصير 10، يعني هذه المساحة 10. هذه فائدة سريعة وتعليمها سهل، يمكن تعرفها أنت من قبل، بس طريقة الشرح أبسط من عندي أنا. ما عليك عزيزي المشاهد، صحيح أنا أشرح على بيت، بس إن شرحي أحسن من مدرس يقعد شهر ما دخل المعلومة براس الوغد.